المشتاق حبيبة عمري الباقي أنا المشتاق وكم أعيتني أشواقي وحيدا أحيا ليلاتي ببعدك أحن لكل أوقاتي بقربك تعالي قد أطلت البعد عني فعودي يا ملاكي لدفء حضني فطيفك يلقاني في كل ركني يصبرني ويكثر من عذابي أنا المشتاق. ضيفنا اليوم فنان متعدد المواهب، مغني وعازف وملحن. على الرغم من صغر سنه لكنه قدر يوصل لجمهور بصوته وإحساسه وألحانه. كان أول لقاء لضيفنا مع الجمهور في الموسم السادس من ستار أكاديمي، واللي فيه أدى أداء كبير وكان مرشح للفوز. وعلى مسرح ستار أكاديمي حقق نجمنا شعبية كبيرة، وبعد انتهاء البرنامج انطلق بسرعة الصاروخ ليصبح واحد من أفضل النجوم الشباب في الوطن العربي. غنى بالعديد من اللهجات وعبر بكلماته بالعديد من اللغات، وصل القلوب وعبر الأمواج وصرخ بصوته أنا المشتاق. معنا ومعكم الفنان الصاعد ابن سوريا محمد باش. نرحب بكل الفنانين الشيخ محمد باش وجمهور اللين. أهلا وسهلا محمد، شرفتنا النهارده في الجمهورية أونلاين. كنا عايزين نسأل في أول سؤال، نسألك تجربتك كانت إيه في ستار أكاديمي؟ أنا بداية أتكلم باللهجة السورية وحتى ما أتلبى في مصر. لا أول شيء أنا كثير مبسوط وبتشرف إنه هذا أول لقاء يكون معكم بالمقر المجلة هنا وبمصر أول لقاء يكون، وبتشرف بوجودكم. بشكركم كثير على تواجدكم اليوم واهتمامكم بزواجي وبألبوم الجديد أنا مشتاق، وبتشرف فيكم فينا مباشرة بالأسف. احنا سعداء بحضورك النهارده ومبسوطين جدا ان انت شرفتنا ولاول مره في مصر. كنا عايزين بس نعرف في اول سؤال، ايام التجربه بتاعت ستار اكاديمي ايه اللي تم، انت دخلت ازاي والتجربه كانت عامله ازاي؟ بالنسبه لي ستار اكاديمي هي المرحله اللي انتقلت فيها، فيك تقولي من الحلم للحقيقه. المرحله كثير مهمه بحياتي، هي المرحله اللي انا تعرفت فيها على جمهور، الجمهور تعرف علي وبعده عم يتابعني لهاللحظه. التقيت بفنانين كبار، عشت هي التجربة، دخلت بتقولي عالم الفن، عالم الشهرة فينا نقول، بفترة كتير قصيرة قدرت إني أتواجد وطلع الجمهور العربي من كل أنحاء الوطن العربي حتى بالعالم إنه يتعرفوا على محمد باش، الشاب السوري اللي يعني يغني بكل إحساسه، وهي هي المرحلة البداية اللي كانت لإلي بحياتي الفنية، ومن بعدها عم تابع مسيرة كلها. انت بعد ستار اكاديمي وصلت للمرحلة قبل النهائية، وطبعا انت ما في الاخر رحت بقى بدأت عملت 10 اغاني دينية، ممكن تكلمنا عنهم؟ من بعد تجربتي في ستار اكاديمي اكيد ابتديت نزلت سينجلز، كان تقريبا في 4-5 سينجلز من أغنيات اللي نزلتها. كان في أغنية رح أنساكي، هنبتدي بشكل صحيح نتكلم، كان في أغنية رح أنساكي اللي هي من كلماتي وألحاني، وبعدين أغنية مجنون، أغنية جبار دمرني، كان في مشاركة بشارك مسلسل رمضان. كان في كتير تجارب عديت فيها، والتقيت بعدين مع شركة جامو الإنتاج الفني اللي وقعنا مع بعض وابتدينا إنتاج ألبوم، الألبوم اللي هو ألبوم يامن بدون 10 أغاني، وهو كان يعني في بداية المرحلة الاحترافية اللي أنا في عالم الفن، إنتاج عم تهتم فيني عم تدرب أعمالي، وابتدينا بألبوم ياما اللي هو الألبوم الديني اللي هو الألبوم الروحاني أنا بسميه الألبوم الروحي.
طب احنا سمعت الاغنيه راح نسيت كانت من تكلفه ان هي كان ليها حاجه كده معزه عندك كده شويه سمعت ان انت يعني الفتها وانت في فتره ستار اكاديمي ممكن تحكي لنا عنها أغنية راح نساكي هي من كل الأغنيات اللي أنا كتبتها ولحنتها بتعني لي كثير الأغنية راح نساكي هي الأغنية اللي بعدني هلا بكل حفلة بكل فرح زي ما تقولي لازم هي الأغنية تكون هي الأغنية لازم أنا أبتدي فيها الأغنية اللي الكل بيطلبها هي الأغنية اللي الجمهور كله تعرف علي فيها حبوا هي الأغنية لهلا بيقول لي محمد باش لما بطلت تشتغل شمس راح نساكي يعني دائما اي عروس بنبسط لما اي عروس اللي انا بدي اعمل فيرست دانس تبعي على اغنيه راح انساكي لانه يعني هي الاغنيه مثل ما انا كنت عم حسها وبتعني لي شيء كثير من بحياتي وصل هذا الاحساس لكل العالم وقدروا انهم يعيشوا هالاغنيه يحسوها ويحبوها وتشكل لهم معنى مهم بحياتهم مثل ما هي بتعني لي انا كمان. طيب ايه رايك نسمع الاغنيه؟ لما تبطل تشرق شمس لما الشجر يوقف همس لما بيذبل كل الورد رح انساكي لما تموت قلوب الناس ولما منفقد كل احساس ولما النار بتبقى برد رح انساكي مشتاق لك يلي كنت وحضلي روحي وحياتي وتاري ونغماتي خليكي جنبي ولا تصدقي قلبي لو مرة قلك بقدر انساكي بقلبي مخبى اسرار كتير وانت بقلبي سر كبير رح ضل حبك مهما يصير بستناكي لو فرقنا هالزمان وخلقنا بغير مكان مش رح انسى اللي كان ولا بنساكي مشتاق لك يلي كنت وحضلي روحي وحياتي وتاري ونغماتي خليكي جنبي ولا تصدي قلبي لو مرة قلك بقدر انساكي. يعني انا كنت عايز اسألك دلوقتي انت بعد ما فكرت خلص ان انت تعمل ألبوم ديني وقررت ان انت تعمل ألبوم خاص بيك عايزين نعرف الاول تجربتك مع المخرج كريم كوباري. أكيد الأستاذ هو المخرج كريم كوباري وقبل ما يكون مخرج هو عبارة عن موسيقي كتير مهم عنده إحساس كتير حلو أنا دائما أقول المخرج كريم كوباري هو كنز شركة جام هو اللي جد عم يكون هو الشخص اللي عم بيهتم بكل التفاصيل اللي أنا عم أقوم فيها حتى بمرحلة اختيار الأغنية بكل مراحل أنا عم مر فيها مهتم اهتمام كامل أنا بالنسبة لي تجربتي معه هو اللي هي اكتساب خبرة إني أنا أتعلم منه أكتسب من خبرته وأستفيد من هالخبرة اللي عنده وإنه يكون أول فيديو كتير لي أو أولى أعمالي فيك تقولي ألبوم يامن ألبوم الديني هو كان كله من ألحان الأستاذ كريم كبارة كلحن وكان هو مشارك أكيد بكلمات أكثر من دعاء جوا الألبوم بس عم بحكي كفيديو كليبس وجوا ألبوم أنا مشتاق كان هو كان فيها تحت إشرافه وإخراج الأغاني اللي نزلت على السوق كلها كانت من إخراج أغنية بتحبيني أغنية أبو مشتاق إخراج الأستاذ كريم كبارة أنا بدي أشكره دائما على تواجده معي وتشكره على الشغلات اكتشفها فيني أنا كنت لسه بعد مالي شايفها بحالي مالي عارفها مالي مكتشفها فيني أنا كمحمد باش قدر إنه هو يساعدني يعطيني هاي الطاقة الإيجابية إني أنا أقدم أحلى شغل. طب أنا عايز أعرف ومحمد باش مشتاق لإيه؟ دايما بقول بكل أغنية من أغاني ألبوم أي أغنية أنا بغنيها دايما بحب إني أنا أعيش حالي معيني أو أعيش حالي كلمات هاي الأغنية وأعيش الميلودي تبع الأغنية لازم أكون إذا أنا عم بغني جد أغنية رومانسية لازم أنا أكون
عم بعطيها كل احاسيسي، عم ايش حالي هي الحاله اللي هي من كلمات الاغنيه. بقلبي انا مشتاق، انا بدايه كنت مشتاق لجمهوري يعني. بتذكرني كان عم بيستنى من محمد باش الالبوم تبعه الاول اللي بدي اقدم فيه الاغاني اللي قدمتها. يعني بحس انه بدايه انا مشتاق لجمهوري، واكيد يعني دائما انا يعني بحب اصلا يعني انه انا بقول عن حالي انه انا جد انا شاب، دائما الشاب المغروم، الشاب اللي بحب من قلبي، الشاب اللي لحتى اعطي شيء حلو جد لازم اكون انا عشقان او انا عاشق او انا مغروم فيك زي هيك. انت صورت الاغنيه في ماليزيا، ليه اخترت ماليزيا بالذات ان انت تصور فيها الكليب لاول مره؟ من بعد فتره تحضير لالبوم انا مشتاق استمرت تقريبا سنتين، كنت تواجد فيها بكل مراحل التسجيل بالاستوديو بكل شيء، تخلي بكل مراحل ماسترينج الميكس كل شيء. المراحل فترة سنتين هي عبارة عن فترة كانت شكلت لي كتير إرهاق بالنسبة لي، بس طبعا وأنا مبسوط عم أقدم أول عمل لإلي. فأجت الفكرة من شركة جامو إنه أنا لازم أخذ الفيكيشن هالاستراحة، فترة الاستراحة اللي أنا استريح فيها أغير جو لحتى أرجع تابع. فقالوا لي انه لا بركي نط على ماليزيا بتغير جو بماليزيا، وقالوا انه كمان نستفيد من هالرحله رحله الاستجمام مع ماليزيا انه نحن نبتدي نصور كليبات، نستغل هالفتره اللي قضيناها بماليزيا انه نحن نصور كليبس من الالبوم. واخترنا اكثر من اغنيه، صورنا اغنيه بتحبني وانا مشتاق انعرضوا على شاشات مزيكا وباشرنا فيها الاغنيات. ماليزيا بلد كتير غنية، فيها لوكيشنز وأماكن كتير حلوة، ممكن أي فنان ممكن أو أي مخرج عنده فكرة يقدر يلاقي الأماكن اللي تناسبه وتناسب الأفكار تبعه، وهذا الشيء اللي شافه المخرج كريم كبار بماليزيا والأماكن اللي تواجه هناك. وكانت تجربة حلوة، ماليزيا بلد حلوة، بلد سهل التعامل فيه، الشغل الفني فيها سهل وممتع. كنت عايز اسالك، انت تعاملت مع كتير من الفنانين الكبار في البرنامج بتاع ستار اكاديمي، مين اكتر حد حسيت انه قريب منك يعني ان انت تغني معاه ونفسك تعمل معاه دويتو؟ بفتره تواجدي بستار اكاديمي انا اغلب الاغنيات اللي كنت عم اديها كنت عم غني الغربي، يعني كنت عم غني الستايل الغربي مع فنانين اجانب. وكان اهم تجربه لي هي غنائي مع الفنان الكبير خوليو اغليسياس. يعني انا كبداياتي كشاب بعدني صغير، باول طلعه لي عم قابل فنانين كبار، اكتسبت منهم خبره كبيره على المسرح مثل ما قلت لك منهم فنان خوليو اغليسياس. اكيد من هالمرحله ولا بعدين اكيد في فنانين كثير ممكن التقى فيه، ممكن يكون في تعاون بيناتنا نعمل بعمل دويت، وان كان فنانين عرب ولا اجانب اكيد مرحب بهذا الشيء. طيب انت ما عندكش مثلا، يعني انت سمعت ان نانسي عجرم غنت اغاني لمصر والعديد من الفنانين زي جاسمي، فانت ما فيش مثلا حابب تفاجئ جمهورك باغنيه وطنيه لمصر؟ اول شيء بدي استغل كان السؤال تبعك انه بالنسبه لي انا كفنان سوري، مصر من البلدان كثير قريبه لي، جمهور مصر بيعني لي كثير، جمهور مصر من الجمهور اللي عن جد لما يحب فنان او يتعلق بالفنان بيحبه من قلبه وبيدعمه للاخر لحظه. وانا هذا الشيء شفته من جمهوري المنتشر بكل انحاء الوطن العربي الحمد لله، بس كمان الجمهور المصري دائما عم يكون الجمهور اللي هو خلص تعلق بالفنان، عم بيحبه، عم بيتابع كل اعماله، عم بيشجعه، عم بيدعمه. فاكيد الجمهور المصري بيستاهل مني اكيد هديه، او انا مثل انه انا اكيد متواجد الفتره بمصر. احنا بصدد تقديم عده اعمال، عم نسجل عده اعمال، في كثير مفاجات للجمهور كلياته بشكل عام، واكيد للجمهور المصري في مفاجات قريبه رح تكون خاصه فيه، وممكن يكون في عمل لمصر خاص بمصر. يعني كعمل وطني لمصر اكيد بيشرفني هذا الشيء، وما بنعرف شو بصير، ممكن يكون في اعمال قادمه ان شاء الله، ما رح اقدر هلا افصح عن كل شيء عم بعمله، بس ان شاء الله بوعد انه بعمل خاص لمصر. الفنان محمد باشا، اسمح لي
اتكلم من اخر نقطه اتكلمت عنها في الابيض والاسود. لما كانت القنوات الاتصال بين المطرب او الفنان مع الجمهور كانت قاصره على الاذاعه والسينما، وبعد كده في الستينات ازداد لهم التلفزيون. دخل مصر فنانين كتار عرب شوام ومغاربه، ومع قله التكنولوجيا وقنوات الاتصال الا ان هؤلاء الفنانين زاغوا داخل المجتمع المصري وداخل الجمهور المصري، واصبح الجمهور ما بينظر لهذا الفنان انه قطعه من مصر. تمام؟ هل انت شايف ان الجيل بتاعك والجيل اللي قبلك مع هذا الزخم من التكنولوجيا وقنوات الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي وبرامج ستار اكاديمي وبرامج زي ارب ايدول والكلام ده كله، هل ده هيستطيع الفنان زي الفنان محمد باشا انه يزول في المجتمع المصري والجمهور المصري ينظر اليه انه فنان مصري او فنان عربي مش محلي، مش فنان سوري جاي قادم لمصر؟ شكرا. شكرا للسؤال. انا فيش انه بعد اذا لازم انا حلو اني احكي فيها ولا مش كويس اني اتكلم بيها، بس انا بحس حالي من الفنانين جد القليلين اللي هن قدروا انهم يتواصل مع جمهورهم بطريقه حلوه، انه يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي مثل عم تحكي انتشرت والقنوات والراديوهات، وهي السهوله اللي صار واحد قادر انه هو بطريقه كثير سهله انه يقدر يتواصل مع جمهور معين او يوصل رساله لجمهور ببلد معين يوصلوا هي الرساله بسهوله اسهل من قبل. مثل عم تحكي لانه ما شرط انا لازم اكون متواجد بمصر لحتى اتواصل مع جمهور المصري، ممكن انا ببلدي بسوريا او ببلد ثاني متواجد فيه انا اتواصل مع جمهور معين يوصل له رساله معينه واحكي باسم بلدي كمان، وصل رساله من بلدي كمان لكل بلدان. انا من الشباب جد اللي بفتخر ومبسوط كثير بحالي انه انا قدرت انه اجمع الكل، يعني اجمع كل البلدان، اجمع كل الجمهور موجود بالوطن العربي، كون قريب من كل حدا، قريب لإلهم. حتى هذا الشيء اللي اشتغلنا عليه بألبوم المشتاق انه نحن نكون قريبين لكل جمهور الوطن العربي، وكان للجمهور المصري اكيد نصيب كثير كبير بمعظم اغنيات الألبوم كانت باللهجه المصريه، واكيد تقربت من جمهور المغرب العربي باغنيه باللهجه الجزائريه اغنيه المغرب، يعني انه كلهم حسوا انه هي الاغنيه انه قريبه مننا نحن كمغرب عربي، ناس بيقولوا هي اغنيه جزائريه، ناس بيقولوا هي اغنيه مغربيه، فهيدا التفاعل بيناتهم. واكيد الجمهور السوري اللبناني الجمهور المنتشر بكل الوطن العربي قدرت اني انا اوصل له باغنيه واحده، اوصل له رساله انه انا متواجد، انا قريب منكم، انا ممكن اني انا اكون مثل ابنكم، فيكم تتبنوني انا كفنان ملك لكل الجمهور الوطن العربي. بالاخر انا رح اكون قريب من الكل، وهي المهمه اللي انا بحس حالي لازم اني اقدمها. ايه رايك نسمع الاغنيه اللي انت بتقول عليها دلوقتي؟ اللي هي وصلت اغنيه جزائريه. اغنيه جزائريه هي فيها اول مره تخبرني كمان باللغه الفرنسيه فيها، وكانت كمان تجربه بالنسبه لي حلوه. لو مهما تغيب ايام وليالي غير انت هي اللي شغله بالي، اطنا موج سوي في دل عمري انا مانيش بدل، ننسى غرامك يا عمري يا هذا محال. لو مهما علي الغربان يقولوا مشات خلاته عايش في همومه، في انا ما تسمحيش ولا بيك انت يا محال نعيش، غيرك انت يا عمري يا انا ما عنديش. خليكي عمري قديمة معايا، خليكي انت يا روح وانت يا هنايا، جوفي ما في عمري يا دون تا بريزانس، ما في سون توا ناو كاسانس. وقتاش تعوق هاديك ليام ونعيشوا الاثنين الشهور وعوام، وقتاش تعوق
هاديك الايام ونعيشوا الاثنين شهور وعوام. بس هي بال انا سمعت ان انت هتصور فيديو جديد للالبوم فزيارتك لمصر دي هي سبب التصوير؟ انت هتصور هنا في مصر ولا هتصور ولا زياره عاديه يعني، ولا انت لسه بتخططوا لاماكن هنا في مصر يعني عشان تصوروا فيه؟ ولا مرة كانت زيارتي لمصر هي زيارة عادية أبداً. كل مرة لازم يكون تواجد فيها مصر، لازم يكون في شيء جديد عم أقدمه، لازم يكون في لقاء مع الإعلاميين، مع الصحفيين، مع الفانز، مع القنوات التلفزيونية. أكيد تواجد مصر للمرحلة هي متابعة العمل يعني على ترويج لألبوم أنا أشتغل، واللي بتمنى إنه إني أنجح فيها بمصر وإني أقدر إني أنا روج لألبومي قد ما أنا قادر، وإني التقي بالجمهور تبعي كمان. أكيد الفكرة إن إحنا نلتقي مع الجمهور بمصر ونوقع معه ألبوم أنا مشتاق، مثل ما ابتديت بسوريا لحنتابع مصر ولعدة بلدان. في عدة أعمال عم ننفذها، ابتدينا بتنفيذ أغنية من فترة قريبة بالتعاون مع الملحن أحمد صالح، توزيع الموزع أحمد عبد العزيز. اكيد مو بوقت اني اكشف عن تفاصيل اغنيات اللي عم نفذها هلا، بس ان شاء الله في عمل قريب كثير. طب ما تكشف عنه كده الاول مره. لا ان شاء الله بوقتها اكيد رح. طب حاجه صغيره احنا ناوي نصور فين او اكيد هذا الشيء الاستاذ المخرج كان كبار عم يعني اكيد انا بتشرفني اني صراحه هي اول يعني اول زياره لي بمصر كون موجود فيها بوسط البلد اكثر، او عم بتفتر فيها بمناطق بالبلد عم بشوف مصر اكثر. موعود كثير من اصدقاء لي انه يعملوا لي جوله سياحيه بمصر قد ما في شوف اماكن سياحيه. بعد ولا مره رحت وشفت اماكن سياحيه، دائما عم يكون تواجد مصر بس للعمل يعني للشغل. رح يكون في جوله سياحيه لمصر يعني اتعرف على الاماكن، واكيد لازم نستغل تواجدنا هون انه نصور مصر، نكون متواجدين بالشارع المصري اكثر، اني اتصور لمصر ويكون لي فيديو كليب من مصر، فهذا كثير شيء بالنسبه لي يعني. هيبقى نجاح كبير كمان ان شاء الله باذن الله. كنت عايز اعرف، انا سمعت ان انت غنيت في الاذاعه وكان في عده اغاني حصلت على جوائز كبيره، ممكن نتكلم عنها؟ من الاغنيات اللي حصلت فيها على جوائز، حصلت على جائزه الميما ميوزك اوورد كأفضل مطرب صاعد في سنة 2010 و 2011 في مصر هون. جوائز كثير بتعني لي، انه انا على السنتين على التوالي اني انا احصل على جائزتين من جائزة مهمة، كانت على اغنية حنساكي واغنية مجنون، الاغاني اللي كنت انا عم اقدمها هي من كلماتي والحاني. واكيد كل اغنيات لازم يكون في يعني اي فنان بحاجة لتكريم، انه يحس حاله انه جد اغنيته نجحت، انه الجمهور تبعه يصوت للاغاني تبعه. حصلت على مراكز، اغلب الاغنيات اخذت مراكز اولى بمعظم الراديوهات بالوطن العربي. وهذا هو الشيء اللي جد بيخليني انا اكون قادر احس حالي انه انا اعمالي عم تنجح وعم تصل للناس، واحساسي يعني الناس عم تلمسه وتعيشه. وهذا الشيء اللي بخليني انه انا افكر اني اقدم عمل جديد، افكر اني اصور كليبس، افكر اني انا اعمل اغنيات جديده واطور حالي اكثر واقرب للناس اكثر والجمهور اكثر، واسمع هن شو بحاجه، شو حبوا مني اكثر، وشو الاغنيات اللي عجبتهم لحتى انا اقدم لهم مثلها ويعجبوا فيها، واقدر دائما اني اكون متواصل معهم. انت قدمت اغنيه لجمهورك الخاص اللي هو السوري، عايزين نسمع الاغنيه دي؟ اغنيه للجمهور السوري، كان في اغاني كثير هي حققت نسبة نجاح. هي يعني المفروض انت حاولك. بصي انا دائما الاغنيات اللي عم اقدمها عم بتكون هي ما في يعني ما في اغنيه موجهه ل دائما عم نقصد بشغلنا انه يكون الاغنيات واصله للكل، توصل لكل الجمهور. جمهور بلدي وجمهور السوري اللي هو بيعني لي كثير، انه هو الجمهور الداعم اللي دائما عم يشجعني، محمد انت عم ترفع اسم بلدنا، لازم تطلع لبرا ولازم تنشر اغانيك اكثر، تتواجد باغلب البلدان. وانا بوجه لهم تحيه كثير كبيره اللي هم من اهل بلدي ولكل اللي عم يتابعوني بالوطن العربي. شكرا جزيلا.
ماذا تعني المرأة في حياة محمد داش؟ المرأة بالنسبة لي هي هذا المخلوق اللي هو مليان مشاعر. يعني دائما بحب أخذ بالمشاعر من المرأة، بحب أخذ أتعلم من المرأة الشغلات اللي هي فيها الحنية. ما لي شاطر كثير إني أنا أعبر عن يعني هيك بشكل مباشر، إني أعبر عن حبي للمرأة أو شو في أنا أتعلم منها. مثل أي حدا، أنا دائما كنت أقول إنه أنا يعني دائما حبي الأول للمرأة هو كان من والدتي، اللي أنا تعرفت عليها وحبيتها لأمي أنا، الله يطول لي بعمرها ودائما تكون موجودة عم تدعي لي. وأكيد مستقبلا لشريكة حياتي اللي أنا رح أقدم لها كل شيء عندي وأقدم لها كل هذه المشاعر وكل شيء عندي أنا بملكه وأقدم لها. أكيد مواصفات شريكة حياتك إيه يا محمد؟ كل جمهور عايزين يعرفوا مواصفات معينة. بشوف المواصفات بالشكل أكيد ما بفكر أبدا، لأنه دائما القلب هو اللي بيسبق. أكيد هي المرأة اللي أنا لازم تكون شريكة حياتي أقضي معها كل عمري. أكيد لازم تكون البنت اللي بتفهم، البنت اللي مقدرة أنا ظروفي كلها وقدرانة تتعايش معي وقدرانة تفهمني. وأنا كمان أكيد مقابل هذا الشيء رح أكون الشاب اللي أنا رح ورجيها. يعني عن جد يعني شوي هذا السؤال كيف؟ أكيد شو بدي أقولك، أهم شيء نحب بعض، أهم شيء تتفهم أنا ظروفي. أكيد أنا كفنان معرض لكثير معجبات وجمهور حوالي من الفنانات والمشاهير، وبتعرفي كثير في شباب ممكن أنا ظروفهم يتواجه فيها، فأهم شيء تتفهم هيدا الظروف لحتى أقدر أكفي حياتك بطريقة حلوة. وأكيد التفاهم اللي بيناتنا والاستمرارية هذا أهم شيء. بجهز لك سؤال تاني. طيب دلوقتي أنا أسماء، أنت كنت بتقول إن المرأة بتعني بالنسبة لك المرتبة الأولى، فأكيد في سر غير كده. يعني إحنا عايزين نعرف بس، معظم الجمهور عايزين يعرفوا، هل محمد ناوي يفاجئهم السنة دي بخطوبة أو ارتباط؟ دائما بجاوب هذا السؤال انه انا بحياتي جربت جمهور اني بعد عن حياتي الشخصيه بهالفتره، بس دائما حبيت انه هم اني خليهم يكونوا مركزين باعمالي الفنيه، ينتبهوا انا شو عم بقدم. بس مثل ما دائما بقول كمان انه الجمهور بحب يعرف تفاصيل شخصيه عن حياه الفنان او حياه الفنان اللي شجعه وبتابعه. فكمان هيك انا اي خطوه من حياتي الشخصيه رح تكون كان خطوه ولا ارتباط، فاكيد لازم الجمهور يكون عنده علم بهذا الموضوع. اكيد مو بيوم وليله رح يلاقوا. طب ليه انت قلت حيشوفوا ابني الصغير بس معايا كده فجاه؟ لا اكيد. انت قلت في حوار ليك بتقال ان انت بتحب مرتبط لكن انت مش هتتجوز دلوقتي. ما رح جاوبك على هذا السؤال لأنه أنا جد رح أكون أنا لما أكون عم أتخذ خطوة مهمة بحياتي إنه أنا أكون رح أكون مرتبط ورح أقول للجمهور تبعي، فأكيد رح أخبر الكل، أكيد رح شاركهم من اللحظات المهمة بحياتي مثل ما حتكون مهمة بالنسبة لي. كلمني بقى عن ألبوم بتاع أنا مشتاق، عايزين نعرف أقرب أغنية كانت لقلبك حسيتها واكثر اغنيه حسيت بيها محمد بيغنيها اللي هي معبره عنه. هذا السؤال انا بدي اساله للجمهور دائما، يعني دائما في فتره بسالهم من مواقع التواصل انه هن شو اكثر اغنيه وصلتهم، لانه انا دائما كل الاغنيات اللي بالالبوم كنت سمعتها ولا كنت وافقت اني انا اغني الاغنيه، فاكيد انا لازم اكون حابب الاغنيه، لازم اكون متعلق فيها لحتى اقدر اقدمها بشكل حلو. والحمد لله نجحت بهذا الشيء. معظم الاغاني كنت عم حسهم قراب لي كل اغاني الالبوم او كل اغنيه انا بشكل عام بقديها. ممكن اكثر الاغنيات هي اغنيه انا مشتاق اللي هي كانت اول تجربه لي باللغه العربيه الفصحى.
انه توصل لاكثر لاكثر شريحه من الجمهور اللي قلت انا مشتاق و اخذت كثير هالاغنيه. في اغنيه كثير وصلت للجمهور كمان حبوها هي اغنيه اموت من الشوق باللهجه المصريه، بتحبني كمان باللهجه المصريه. في اغاني باللهجه بس ممكن نحكي كاغنيه رومانسيه انا بحبها وبتعلق فيها ومغروم فيها هي اغنيه انا مشتاق. ممكن اسمعها؟ أنا المشتاق حبيبة عمري الباقي، أنا المشتاق وكم أعيتني أشواقي، وحيدا أحيا ليلتي ببعدك، أحن لكل أوقاتي بقربك، تعالي قد أطلت البعد عني فعودي يا ملاكي لدفء حضني، فطيفك يلقاني في كل ركني، يصبروني ويكثروا من عذابي. أنا المشتاق وأنت الروح وأنت لي. الله، أنا عايز أقول لك أنا كل شوية أسمعها وأبكي. لا ما هي أغنية مؤثرة جدا الصراحة وكلماتها فظيعة. هي كلمات يعني مين وألحان مين؟ هي كلمات الشاعر ناي مظلوم، ألحان وتوزيع الموسيقي خالد خالد. سجلنا الأغنية مثل ما سجلنا الألبوم كله باستديوهات الموزع الأستاذ ياري ماوي بسوريا. أغنية مثلك كثير قريبة على قلبي، كثير بحبها. بشكر كل الموسيقيين اللي شاركوا بتسجيل الأغنيات لايف والميوزك كلها اللي بالألبوم، جد كلهم عطوا من قلبهم وكلهم كانوا معجبين بكل أغنيات قبل ما ينزوها، وكانوا يقولوا محمد برافو نحن عم نحس الأغنية قبل ما أنت تنزل الألبوم تبعك، فأكيد هذا الإحساس رح يوصل للجمهور وأغنيك إن شاء الله تلاقي هذا النجاح. وبعدنا عم نشتغل على هذا الشيء لحتى نوصل الألبوم لأكبر شريحة من المستمعين. شكرا. أنت غنيت بالعديد من اللهجات، فهل أنت هتستمر في ألبومات الجديدة إن شاء الله هتستمر في اللهجات دي، ولا هتبقى ماشي على رتم معين أنت تغني على أساسه خليجي؟ هل فكرت تغني أغنية خليجية؟ صراحة في كتير طلبات من الجمهور إنه هنا حابين يسمعوني عم بغني باللهجة الخليجية. في جمهور عم بيطلب باللهجه المغربيه، في الكل يعني هذا جد شيء بيشجعني انه انا لما اسمع اغنيه او انا افكر انه نعمل اغاني خليجيه، بس افضل كاغنيه خليجيه انه تكون هي من يعني هي كلمات والحان شعراء من خليجيين، حتى تكون اغنيه واصله اكثر، او تكون اغنيه انا قادر اني اخوض اول تجربه كاغنيه خليجيه تكون اغنيه ناجحه تلاقي نجاح وانتشار بالخليج العربي. المشكلة لما نختار أغنيات ما نقول إنه نختار أغنية، لما حد يسمع أغنية شو ما كانت اللهجة لما واحد يحسها ويحبها حيختار إنه أنا عايز أغني الأغنية دي لو كانت مصري أو باللهجة السورية أو اللبناني. فإن شاء الله بتمنى إنه ودائما بطلب من كل الشعراء والملحنين الشباب الموجودين بالوطن العربي كلهم في تواصل دائما، بتواصل معهم على الفيسبوك بيبعثوا لي ألحان وكلمات جديدة، انه دائما يكونوا يتشجعوا ويبعثوا لي ويتواصلوا معي، لانه اكيد بيهمنا العمل الشبابي والافكار الجديده انه نحن نقدم عمل جديد بغض النظر عن اللهجه شو رح تكون. فان شاء الله الاعمال الجديده حتلاقي تنوع مثل ما كان التنوع بالاعمال. يعني هتستمر ان انت ممكن تغني كل الاحيان؟ اكيد طبعا هذا الشيء اكيد، وعم بشتغل على هذا الشيء. طب اقرب لهجه انت بتحب تغنيها ايه؟ انا بما اني انا بكتب وبلحن فبحب اكتب باللهجه اللي هي بين اللهجه السوريه واللهجه اللبنانيه، يعني معظم الاغنيات اللي انا هلا بكتب وبلحنها عم بكتبها باللهجه السوريه اللبنانيه. بلشت لحن اغنيات يعني بلشت اني اجرب اني لحن لحدا غيري، يعني حدا يبعث لي كلمات ولحن له. في تجارب حلوه عم بلش لحن اغنيات ان شاء الله ممكن بعد فتره يا انا ممكن نقدم له اياها نغنيها. تحب بقى تعمل دويتو مع مين؟ نجم نفسك فنان كبير كده نفسك تعمل معاه دويتو كبير؟ أو فنان أو فنان فنان يا ريت فنان
هو فكرة الدويتو دائما لازم تكون الفكرة لازم تكون الفنانين اللي رح يعني يكونوا هن الأولانيين بهذا العمل لحتى يستفيدوا الطرفين اللي رح يقدموا هذا الدويتو يستفيدوا من هذا العمل. ما في فكرة أبدا مبدئية مطروحة إنه يكون في دويتو، بس أهم شيء بالنسبة لي أنا كمحمد باش إنه الأغنية تكون فكرتها جديدة، تقدمنا نحن تقدم الفنانين بطريقة متساوية، نظهر فيها بفكرة جديدة. سمعنا كثير دويتو موجودة بالسوق صار كله بيشبه بعضه، بدنا فكرة جديدة تكون شيء جديد، وهذا الشيء اللي أنا طالب فيه شغلتي إنه تقدر تلاقي هي الفكرة ونشتغل عليها. أنا كنت عايزة أعرف برضو يعني بالنسبة للتجربة اللي أنا سمعت إن لسه كان في تجربة بينك وبين الفنان دريم لحن. دريم لحن. فكان في تجربة دي كانت في سوريا، فممكن تحكي لنا إيه اللي حصل وأنت كنت سمعت إن أنت كنت مبسوط جدا وسعيد باللقاء ده، عايزين نعرف إيه اللي حصل بالظبط. الفنان دريم لحن عمالقة الفن في سوريا بالوطن العربي، فنان كتير كبير. الحمد لله انه اجت الفرصة انه انا بعمل مثل تقولي بعمل خيري بحملة كانت هي حملة اسمها حملة حقيقة اتعلم، قدمتها للأمانة السورية للتنمية بسوريا بظل الظروف الحرب اللي عم تمر فيها بلدنا. مجموعة كتير كبيرة من الأطفال تشرد، مدارس تهدمت، وفي أطفال كتير نسبة بلشت نسبة الأمية تزيد. فعملوا هي الحملة هي حملة حقيقة تعلم، إن إحنا نشجع الأطفال وأهالي الأولاد إنه يبعثوا أولادهم على المدرسة. كمان كان في عيال خايفة تبعث يعني إنه تبعث أولادها على المدرسة عشان الظروف والحرب. نجحنا بهي الحملة، قدمنا أغنية اسمها أغنية حقيقة تعلم. أغنية الحملة كانت أنا اللي قدمتها، وكان لي مشاركة مع الفنان دريد لحام اللي هو كان رمز هي الحملة. يعني قدمت معه مشهد تمثيلي، تعلمت منه بهالدقائق القليلة كثير شغلات، شفت فنان كبير فنان قدير وانت تكون واقف معه بنبع نفس الكاميرا مع نفس بنفس الأماكن، تكتسب منه بهالدقائق خبرة عمر طويل. بتشرف كثير فيه، أولاد طول بعمره وهو اسم كثير كبير بسوريا ويرفع اسم بلدنا والوطن العربي كله، بيشرفني انه انا اخذت معه هي التجربة، وبيشرفنا انه نحن قمنا بهي الحملة اللي هي ترجع الأطفال للمدارس. وإن شاء الله دائما بأي حملات جديدة لأي جمعيات أو أي شيء خيري إحنا بيشرف أنا بيشرفني إني أنا أكون متواجد بهذه الحملات، لأنه جد هو هذا أقل شيء الفنان ممكن يقدمه لأي عمل دعم خيري لأي جمعية. لو تعرض عليك فيلم تحب أنت تمثل رومانسي ولا أكشن، إيه الحاجة ممكن توافق أصلاً على أنت تعرض تمثل أو تشارك فيلم بالغنى؟ طبعاً ما شرط بالغنى، يعني ما شرط انه انا اذا بدي اقدم فيلم يكون انا او يكون انا عم اقدم دور انه انا موجود فيه كمغني. بحب التمثيل، بالنسبه لي هو هي المرحله اللي ما بعد الاحتراف والغناء، هي اكيد احتراف التمثيل. جتني كثير عروض، في عرض كان فتره قريبه عرض لفيلم، اجى عروض دراميه. اكيد للاسف كنت مشغول كثير بتحضير الالبوم، والعروض اجت بفتره كثير صعبه اني انا اقدر افصل بين تحضيري لنزول الالبوم واني اقدم عمل سينمائي او عالم درامي. فاجلنا هي المراحل لمرحله لاحقه، واكيد اذا كان العمل مهم وبيطلعني بصوره، اهم شيء انه انا اطلع كاول عمل لي اطلع كممثل ناجح، يكون الدور بيناسبني بغض النظر اذا كان شاب رومانسي او انه يكون شخصيه ادي شخصيه مختلفه الناس ما متعوده تشوفني فيها. ان شاء الله اني اتوفق بعرض معين لفيلم سينما او لعمل درامي يناسبني واني انا ابدع فيه او الجمهور يتعرف علي بصوره ثانيه. طب انت لو تعرض عليك فيلم مع احمد السقا او عادل امام هتعمل ايه؟ أكيد مع نجوم كبار ومن مصر إني أنا أكون متواجد معهم، هذا أكيد شيء كثير مهم لإني أنا كأول عمل يكون لي مع نجوم كبار. إن شاء الله إني خوض التجربة.
تستفيد منه. طب اكثر فنان انت بتحب تسمع له، بتحب طول ما انت قاعد محمد كده يدندل له؟ والله شوفي، او فنانه يعني، فنان او فنانه عم بسمع الزمن الجميل اكيد بهالفتره انا عم بسمع للكل، عم بتعرفوا عم شو تقولوا، عم مش بدرس او بطالع اكيد عم بطلع على كل الفنانين القدام، اي شيء جديد او قديم عم بسمعه، عم بسمع اغاني كثير قديمه لكل فنانين القدام، عم شوف شو في اغاني تناسبني انا اسمعها اتعلم منها استفيد منها. هي المرحلة أكيد مهمة، مرحلة تحضير لإلي إني أنا أستمع للقديم وللجديد حتى أعرف كمان بالسوق شو في أغاني جديدة وشو لازم أعمل حتى أتميز عن الفنانين الموجودين بالساحة. أكيد في منافسة، منافسة شريفة، منافسة داعية فيك تقول فنية، إنه نحن نظهر شو قادرين نقدم أعمال مميزة. فهي هذا الشيء اللي أنا، بس أنت ما قلتليش مين الفنانين قريبين؟ والله أي فنان بيقدم عمل حلو، أي فنان أي فنان بيحب العمل تبعه، بيحب هي المهنة اللي فيك تقولي هي مو هي كمثل، ما فينا نحكي عنها مهنة، بس هي كمهنة الفن ومهنة الغنى بيحبها، فأنا بدي أحترمه وبدي أسمع له وبدي يكون معجب بأعماله. طب أكثر فنان كوميدي بتحب تتفرج عليه؟ أكثر فنان كوميدي مصري. كمصري عادل إمام، هنيدي، هدول اللي نحن ممكن نكون عم نتابعهم. طيب مين مطرب يعني أنت ما بتسمع له أغاني أو ألبومه بيبتدي ينزل بتبقى مستنيه عايز تسمعه؟ مثل ما قلت لك أي فنان عنده عمل جديد، لا أي فنان عنده، لا أصل أكيد كل واحد بيبقى ليه فنان قريب ليه شوية، والله بيحب أداءه يعني. شوف بالنسبة لي أنا بسمع للكل، لك إنه جد في فنان معين لازم أنا بستنى أعماله، بسمع كل مطربين كان بمصر ولا بسوريا أو بالخليج أو يعني كل الفنانين اللي عم يعملوا أعمال، جد أنا بكون عم بنطر أعماله إني أنا أسمع يعمل جديد، أسمع شوف شو عنده، حتى إذا في مجال للتواصل بيناتنا إنه أنا أتواصل مع حدا وبارك له على الشغل بتاعه وكمان هو بارك لي على الأعمال بتاعي. فهذا الشيء حتى لو فنانات جداد او فنانين كلهم اصدقائي بالوسط الفني، الشباب اللي عم يطلعوا برامج عم يتخرجوا، دائما عم يكون في هالتواصل بيناتنا انه نحن نشارك الخبرات اللي اكتسبناها خلال الفتره ونسمع اغاني بعض ونشجع بعض ونساعد مع بعض. بالنسبه لنهايه حواري انا كنت عايزه بس كلمه توجهها للشعب المصري وكلمه توجهها للشعب سوريا. بوجه كلمة للشعبين، الشعب السوري والشعب المصري، نحن دائما نعتبر حالنا نحن عم نعيش تقريبا نفس الأجواء مع بعض، دائما الشعب المصري والسوري قريبين لبعض، دائما عنا هذا الشعور. أنا بيشرفني مثل ما قلت لك أنا متواجد بمصر هالفترة إني يعني أنا أكون قريب من جمهوري المصري وإني ألتقي فيهم وإنهم يتعرفوا علي أكثر. وبشكرك على جد هي انا صرت من كم يوم على الصفه بلشت اجي مع الجمهور المصري، كثير قريبين للقلب، كثير طيب جد طيبين، بيحبوا من قلبهم، وانا سعيد اني موجود معكم بمصر وان شاء الله يكون في زيارات اكثر لمصر ان شاء الله. احنا اسعدين. طب ممكن تكون اغنيه من ألبومك الجديد تهديها لشعب مصر وشعب سوريا؟ شعب مصر وشعب سوريا قريبة ليك. طب حنغني لك حنغني اشتقت لك، يا أغنية اشتقت لك واشتقت لك اشتقت لك ما عم بعرف عبر قلك، واشتقت لك اشتقت لك ما عم بعرف عبر قلك، طولت الغيبة يمكن لكن والله فقدت لك، طولت الغيب يمكن لكن والله فقدت لك، واشتقت لك اشتقت لك ما عم بعرف عبر لك، تايه ضايع من دونك
مشتاق لحضنك وعيونك تايه ضايع من دونك مشتاق لحضنك وعيونك لا تفكر لحظة إني بغيابك بقدر خونك لا تفكر لحظة إني بغيابك بقدر خونك اشتقت لك اشتقت لك ما عم بعرف عبر لك واشتقت لك اشتقت لك ما عم بعرف 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 عبر لك لا لا مفيش مشكلة لا انا جاهز انا بس عايز اسالك انت لما بتعمل عمل جديد او ديمو جديده يعني ايه بيبقى الاهم بالنسبه لك او بتبقى مستني راي مين النقاد ولا الجمهور اكيد بالدرجه الاولى انا بكون بانتظار انتظار رده فعل جمهوري اللي قريب مني للاغنيه كيف هي كيف حسوها او كيف او شو ملاحظاتهم فيها مو بس بالاغنيه حتى حتى بالفيديو كليب انا اي فيديو كليب بقدمه بينزل على السوق كمان بيهمني اولا راي الجمهور كيف رح يشوف هذا العمل كرؤيه فنيه للنقاد او للمحترفين او للمتخصصين بالمجال الفني او مجال الاخراج او اي عمل اكيد كمان بيهمني بدايه باخذ منهم الافكار قبل ما ينزل العمل بنكون احنا عم نتناقش بنكون عم نشوف العمل ناقصه شو الموسيقى اللي ناقصته او شو الافكار اللي ناقصته وكلنا كتيم عمل بالشركه عم ننفذ العمل بالاستوديو هي ناخذ هذه الافكار اللي هي متوافره وبنكون بعدين النجاح اكيد نجاح الاغنيه هي حتى بالنقد ان كان نقد النقد هو بنستفيد منه كنقد ومنحسن الاعمال اللي بعد اكيد شكرا محمد انت فزت بلقب احسن رجال العالم جاذبين ممكن تحكي معنا؟ سعيد هلا هذا اللقب كان بسنه 2009 على موقع فانوس العالمي صار في تصويت اكيد اني انا كأكثر شاب جاذبية مو هيك أكثر شاب جاذبية هيك رجال عرب جاذبية يعني أكيد هذا الشيء إنه كل فنان بحاجة يعني هذا بيعطيني شيء لإلي شيء إيجابي أكثر شيء إنه أنا أكون قادر عم غني عم وصل إحساسي عم وصل أعمالي الفنية وإنه يكون كمان كجاذبية كقبول على الشاشة قبول قدام الناس قدام الجمهور انهم يشوفوا شاب كبيتعرفوا عليه اول مرة انه يكون قريب لإلهم شكلا يجذبون كصوت يجذبون فهذا بيكون شغلات عم بتضيف لإلي انا كفنان اكيد محمد انت فزت بلقب التواصل مع الجمهور شوفوا انسب حاجة تبقى يعني عن التواصل الاجتماعي تويتر ولا ايه مواقع التواصل الاجتماعي هي وسيلة للفنان إنه هو يكون قريب من جمهوره بس أكيد مو هي الوسيلة الأساسية إنه يعتمد عليها الفنان إنه هو يتواصل مع جمهوره مهم كتير إنه تصلني الآراء الخاصة من الجمهور عن طريق مواقع التواصل إنه يكون عم تابع أخبار فنانين عم بيصلني مسجات دايركت لإلي على البوكس إنه أنا توصلني أي رأي أو أي فكرة مع الجمهور بس أكيد الوسيلة الأهم هي التواصل مع الجمهورية إني ألتقي معهم بحفلات إني أكون متواجد معهم بأغنية بألبوم هيدي هي الوسيلة الأهم اللي هي مفتاح التواصل أنا وياهم للجمهور بس هذا الشيء ما بيعني إنه أنا مو كل يوم عم بكون متواجد على الفيسبوك على تويتر على إنستغرام عم بتواصل معهم بشكل يومي عم رد على كل مسجاتهم بشكل شخصي هذا كمان الشيء بيحسوا حالهم انه الفنان اللي هن عم يحبوه عم يدعموه يتواصل معهم دائما وهو عم بيقدر تواجدهم معه بمسج او بكلمه او دائما هذا الشيء انا عم بكون عم اشتغل عليه لحتى كمان اكون قريب منهم اكثر غير الاعمال الفنيه اكون قريب منهم كمان بشكل شخصي يحسوا حالهم انه هن الفنان موجود معهم دائما موجود معهم على الموبايل على اللابتوب موجود معهم دائما هذا الشيء كمان كثير مهم شكرا
عاوزين نعرف يعني اول انسان تاخد رايه في اي عمل جديد يهمك رايه فيها. اكيد بدايه اكيد راي الاستاذ كريم كبار اللي هو بيكون بدايه عم يكون اختيار الاعمال موجوده عنده، هو اللي بيسمع بدايه وبعدين بيقدم لي العمل لحتى انا اسمعه. عندي ثقة برأيه الفني والخبرة الموجودة عنده، وبعدها أنا بكون عندي كمان رأي خاص أنا يعني بعد ما أخذ أوكي من الشركة فيك تقول، أنا بكون عندي رأيي الخاص إنه لا الأغنية ممكن نأجلها لبعدين أو لا نختار حاجة تانية، يعني بيكون بهذا المجال. بس أكيد الخبرة هي الأهم، وأكيد إحساسي أنا بعدين هو اللي بيكون كمان لازم يكون متواجد بالأغنية لحتى أني أقدر أن أقدم الأغنية وحس بداية أنه هي لح توصل للجمهور. حضرتك صورت أغنية مع الفنانة سيرين عبد النور، وكنت عايز أعرف إيه سبب أو مين اللي اختار الفنانة، أو ده اللي كسب شعبية مثلا من وراء معجبين اختارها ولا مين اللي اختارها؟ أوكي؟ في سؤال تاني، حضرتك قلت بتحضر لمفاجأة في مصر، ده هيكون يعني مش عايزين نعرف المفاجأة أوكي؟ بس ده هتصور بس الأغنية في أماكن سياحية وأثرية في مصر ولا أغنية وطنية ولا إيه بالظبط؟ يعني إيه نوع المفاجأة بس؟ بالنسبة لموضوع سيرين، هو ما في تعامل مع سيرين. سيرين أكيد من الفنانات اللبنانيات اللي أنا بحترمها وبحب شغلها كمغنية بداية ولا بمجال التمثيل. هي فنانة كثير أنا بحبها وبحترمها، بس ما كان في بيناتنا أي تعامل. التقينا بفترة تواجدي بالسالة أكاديمي فترة قديمة. وبالنسبة لسؤالك الثاني، مش ما رح اقدر اني انا اخبر تماما شو عملنا، بس اكيد تواجدنا بمصر انا بقول انه هو تواجد لحتى نحن نقدم اعمال مهمه رح تحضروها وتشوفوها. اكيد في فيديو قريبا رح يكون بالاسواق متواجد، واكيد مثل ما قلتي في فكره تصوير فيديو كليب بمصر، واكيد رح نستغل تواجدنا بمصر بانه نزور الاماكن السياحيه ونصور فيها. اكيد هذا شيء كثير مهم، ومثل ما مصر هي من البلدان السياحية المهمة اللي هي بحاجة كل حدا يزورها ويتعرف على الحضارة اللي فيها. أكيد بنرحم بيك أولا وشاكرين وجودك معنا. ما شاء الله عدد المواهب، يعني بتلحن وصوتك جميل وبتكتب، وواضح طبعا اللون الطربي في كل الاغاني. في مقترح بعد كده انك ممكن مثلا تقدم اغاني خفيفه سريعه الايقاع، ويا ريت بقى بمناسبه الطرب والصوت الجميل ده تسمعنا حاجه لعبد الحليم يعني. أكيد فكرة الألبوم كانت إنه نحن مثل ما قلتي إنه بتكلم بتقولي على الأغاني الخفيفة اللي هي موجودة فينا نقول إنه عم تنتشر أكثر بالسوق موجودة بالسوق. هدفنا كان بالألبوم وبكل أعمال قادمة إنه يكون أعمالنا مختلفة. أكيد الطرب والأغاني اللي فيها لحن هي الأغاني اللي حتضل عايشة واللي حتضل موجودة واللي حتستمر. اي اغاني رح تكون خفيفه او زي ما تقولي الاغاني اللي فيها لحن خفيف او مش عارف التعبير ده هو، اكيد رح تختفي بسرعه. دائما الطربي مثل ما كل الاغاني الطربيه القديمه هي اللي عم تستمر وعم تتواجد والناس عم تضل تدمدمها لهلا من سنين طويله يعني. ونحن كان فينا تجربه بألبوم انا مشتاق، تجربه طربيه، في كان في اغنيتين طربيات، اغنيه ابدا مش قادر على عندك، وفي اغنيه كمان كانت كلها عباره اغنيه طربيه اسمها غنيلي، كمان اغنيه كلمات وألحان توزيع استاذ كريم كبار. هي اغنيه طربيه ومعموله كلها بالتخت الشرقي، ممكن سمعكم منها شيء يعني. بس برضه ما تنساش اغنيه عبد الحليم ان شاء الله.
أهواك يا قمري، أهواك أهواك وأنا في حزن أقتلني. أحببتك يوما لن أنسى كيف لقدر ينسيني. غني غني لي الحمزمان، غني غني لي الحمزمان، واللي غني يغني يغني. اه يا لي اه يا عيني ليلي يا ليل، اه يا عيني عمري يا عيني امان يا سيدي غني. شكرا. نرحب بيك في الجمهورية، وعايزين نسأل بس سؤال. كله يعرف محمد الفنان، عايزين نعرف محمد الإنسان جزء كده من دايما ما حبيت ابدا اني افصل بيني انا كفنان وكمحمد الانسان اللي هو انا محمد اللي على طبيعتي، اللي كل الجمهور تعرف علي على طبيعتي. جمهوري شوي مو شوي بتقولي كثير، هو بيعرف تفاصيل عني عن عن عني كشخصيه. اي تغير بشخصيتي اكيد الجمهور رح يعرف انه هذا الفنان في شيء تغير بشخصيته. الحمد لله بفتره 5-6 سنين من اول اطلالاتي على التي في او للجمهور قدرت اني انا احافظ على 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 هي على على محمد الانسان اللي هو نفسه الفنان، اللي هو نفسه ببيته ونفسه بشغله ونفسه مع تواصله مع الجمهور مع الاعلاميين مع الصحفيين. دائما عم حافظ على هي على هذا التجانس وهذا الشكل اللي هو نفسه عم يكون بكل مراحل حياتي. ان شاء الله ما انغر بمرحله مراحل حياتي. دائما بذكر حالي انه انا لازم اكون دائما مثل ما انا، وحافظ على هي الشخصيه اللي الحمد لله هي كانت قريبه للجمهور. واهم شيء اني ما بيوم من الايام اني انا انغر واخسر جمهوري اكيد بمرحله من المراحل. في حد بصوته حلو وعايز يغني، يبتدي ازاي؟ وبرامج الاغاني والمسابقات دي كلها دور قد ايه ان هي تطلع الفنان او تظهره كمبدئيا؟ وصلنا لوقت صار في كثير برامج مهمه، برامج فنيه اللي هي عم تكون خطوة كتير مهمة لأي شاب أو لأي صبية حابين إنه هن عنده موهبة إنه يقدموها والناس تعرف فيهم عليها. أكيد بشجع أي شاب عنده موهبة إنه أبدا ما يتخلى عن هذا الحلم اللي عنده أو ما يستسلم، لأنه الطريق هو كتير صعب وهي الخطوة الأولى هي أهم خطوة. بتمنى لهم التوفيق انه يقبلوا بهيك برامج او هن انه يتوفقوا انه هن يلاقوا شركه انتاج تحتضنهم وتنتج لهم اعمالهم وتشرف عليهم. انا هذا الشيء بقول انا محظوظ الحمد لله انه في شركه بنتني وعم تشتغل لي باعمالي، وهذا الشيء ما له موجود عند شباب كثير. فاكيد هي مثل ما حكينا هيدي البرامج هي مهمه للفنان كبداياته، انه بتسهل عليه الطريق اكيد بمرحله كثير مهمه، بس بنفس الوقت ممكن تكون تصعب عليه الطريق بعد نهايه البرنامج، لانه عم نشوف باغلب البرامج عم يكون الاهتمام كثير قليل بالنسبه لاغلب المشتركين اللي عم يكونوا متواجدين، عم يكون الاهتمام بشخص او شخصين او مشتركين بالبرنامج.
فالاشخاص المشتركين الاخرين عم بيكونوا عم ينظموا فيك تقولي وعم بيحسوا حالهم بعدين انه ما عارفين يقدموا شيء او ما عارفين يقدموا اي عمل. بتمنى للكل انه يقدر يقدروا انهم يضلوا يجربوا ويتواصلوا وكل حدا عنده شيء حلو لازم بالاخير يوصل، لازم الناس تسمع بالنهايه يعني اكيد. محمد انت غنيتنا ولا علاقتها صح؟ اسمه بعيني ليك دمعان. بعيني ليك دمعان حبيبي بعيني ليك. كانت ايه فكرته بقى؟ كانت ايه فكرته؟ هو موال قديم، موال قديم من المواويل القديمة العراقية القديمة متواجدة دايما. دايما بكل حفلاتنا لازم يكون في مواويل نبتدي فيها اغنياتنا، بكل حفلات لازم يكون في اكثر من موال تبتدي فيه الحفلة تبعك او الاغنية تبعك. حتى بالالبوم كان في اغنية تراثية، اغنية فيك تقول فراتية، فينا نسميها بالتراث الفراتي، اللهجة الفراتية قريبة قريبة للعراق وسوريا بنفس الوقت. كان فيها موال ممكن سمعك يا هلا، كان اغنية وين اولي. لا عاش قلبي بعد ما ولفي غدربي، ولاي 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 يا خلق شوفوا مصابي مصابي وين أولي وين أروح وين أولي جروح وين أولي وين أروح وين أولي مكان معين يعني يعني هلا صراحة عم جرب إني أزور كل أماكن مصر. حبيت منطقة وسط البلد، بحب الزحمة، بحب إني يكون موجود بين العالم، بحب زحمة البلد، المناطق القديمة اللي هي الخان الخليلي، الأماكن الأثرية القديمة اللي فيها أماكن ممكن منزل الجيزة وريا بنشوف كمان كل حاجات ممكن هي مش داعي لا يعني أكيد بحب لازم أزور أماكن أثرية، أتعرف على الأماكن الشعبية أكثر بحب، وإن شاء الله يعني لازم خلال فترة يكون في مكان معين. لا مبدئياً بالأوبرا، مثلاً بالأوبرا حبيت منطقة الأوبرا عم بقعد فيها كثير، الأوبرا عم بفرج عم شوف فنانين كثير عم بتأمل فنانين موجودين. كل فترة لازم يكون في مكان معين، إن شاء الله يكون هيك إلي، ممكن على الكورنيش على النيل اكيد طبعا. لكن الناس بتصدق احكي لنا عن الاستقبال اللي شفت من المعجبين بتوعك لما بتظهر في اي مكان زي كده، المعجبين كانوا بيعملوا معك ايه؟ اكيد رح يتقربوا مني، عم ياخذوا صور تذكاريه اكيد، عم نحكي، عم بيعطوني، عم بيقولوا لي انه حبينا الاغنيه هي من الالبوم، حبينا يعني عم بيكون التواصل كثير. اول ما اول شيء عم بيقولوا انه محمد مبروك الالبوم تبعك، حبينا اغنيه كذا، حبينا اغنيه يعني عم يعبدوا لي شو كان ايه بقى ما عرفت ان الالبوم خلص. بما اني صار لي فتره ما اجيت على مصر، صار لي فتره يعني انه ما زلت على الشارع بمصر، حلو اني التقي مع الجمهور المصري ومع كل الشباب المصري وارجع اكون هيك قريب منهم، شوف ردات الفعل المباشر من وجوههم، شو ردات فعلهم، اسمعوا شو عم بيعبروا، في منهم عم بيغنوا لي اغاني، يعني هذا هو الشعور الفني. اكيد اكيد، واني اخذ معهم الصور وابتدي فيهم. محمد انت بتعرف تكلم مصري؟ والله بص انا ادينا بقى حته مصري بقى كده بقالي فتره بحاول اتكلم مصري بقى، بس حاول بس بحب دايما في شغله من حتى من الفانز المصري لما يتصلوا معي يقولوا لي محمد لا انت خليك عم تحكي سوري، حتى بيحاولوا هنا يكلموني سوري، لهجه سوريه.
احيانا بحس حالي لما احكي سوري ممكن بعض الكلمات انه تكون صعبه ما حدا يفهمها، فبضطر اني مثلا استخدم كلمه مصري. بس الحمد لله التواصل يعني حلو تمام وكله تمام. ربنا يوفقك ربنا يوفقك. وانت مقيم دلوقتي في حاليا في سوريا ولا في دوله ثانيه؟ انا دلوقتي مقيم في سوريا وبين سوريا ولبنان اكيد، وهلا متواجد بمصر هالفتره. اكيد حسب شو عم اقدم اعمال، حسب وين عم نفذ الاعمال تبعي رح اكون متواجد. بالاخر ما عم حس حالي غريب يعني صراحه، هلا انا موجود بمصر ابدا ما حسيت حالي غريب، حاس حالي بين اهلي بين ناسي كلهم. كثير عن جد ما عم حس ابدا بهذا الاختلاف انه انا موجود ببلد بعيد عن بلدي، بالعكس حاس حالي بين اهلي ومبسوط كثير. وبدي اشكر جريده الجمهوريه الجريده العريقه اللي لها تاريخ كثير كبير، وانا اكون موجود بمكاتبكم هون موجود بمبنى الشركه وبيناتكم انتم كلياتكم صحفيين وعلى بوابه الجمهوريه اونلاين. بدي اشكركم جد لاستضافتكم لي. في سؤال كمان؟ ممكن في يوم من الايام تشارك او تدعو لحفل دعم سوريا، ولا مش حابب تكحب نفسك في السياسه وتقول انك مطرب وبس لما يطلب منك حفله؟ اكيد كل مطرب بيمثل بلده، هو في عنده رساله، ما بيصير ابدا انا كفنان اقول بس لحغني واقعد خلاص بس حغني، اكيد لا هذا الشيء ما له مضبوط. في رساله لازم نوصلها باسم بلدنا باسم شباب بلدنا، لازم توصل لكل العالم، لازم نقدم مساعده لكل العالم. وان شاء الله كل انا بدي اتشكر اصلا الشعب المصري اللي هو بمرحلة المراحل عم يحتوي الشعب السوري وعم بتواجده بمصر بهالفترة بالظروف الصعبة اللي عنا، انه عم يحتوي الشعب السوري ومستقبلينا هون عنكم بمصر. وان شاء الله كل السوريين اكيد يرجعوا كلهم على بلادنا بأقرب فرصة، يرجعوا لبيوتهم ويكونوا ببلدنا متواجدين وترجع الحياة كلها من جديد ببلدنا، وإن شاء الله ما نشوف الشيء اللي شفناه بسوريا ونكون مصر قوية دائما وتكونوا يعني تضل مصر هي أم الدنيا أكيد. إيه أكثر أكلة حبيتها؟ أكثر أكلة؟ هلا أنا بحب بشكل عام بحب الملوخية، الملوخية يعني بحب الملوخية في سوريا فأكيد ححبها، فالملوخية مصر كمان بحبها. يعني أي أكل مصري دائما الأكل المصري كمان قريب، الأكل المصري لذيذ في طعمة طيبة دائما شو ما كان. شو ما كان؟ حتى لو كشري؟ غنيت باللهجة الجزائرية. ليه ما فكرتش تغني باللهجة المصرية؟ حاجة شعبية عشان تندمج أكتر. شوفي والله لسه كمان كم يوم حنحضر حفلة حفلات من الحفلات التراثية المصرية وحطلع على هذا التراث أكيد وهي الأغنيات، وفيني أقول لك ممكن يكون في تجربة قريبة معك شوف عنا في ممكن يكون في شيء بشيء باللهجة المصرية أكيد اللهجات أكيد إن شاء الله. طب الشعبية؟ الشعبية؟ أكيد والله شوفي كان في كومنت من فترة كومنت جاني من يعني إنه حدا كان أول مرة بسمع ألبوم وحتى ما بيعرف كان جنسيتي شو، هي كانت الأستاذة بكينام بطامش الصحفية سمعت الالبوم بتقول لي انه انا يعني سمعتك بتغني سوري قلت للواد سوري، سمعتك بتغني مصري لا للواد مصري، سمعته بتغني غزال الحمد لله انه انا قدرت اني انجح اني ادي كل اللهجات، وهذا الشيء بحس حالي الحمد لله تميزت فيه انه انا اقدر اغني اكثر من لهجه واكون عم اديها بطريقه صح. وان شاء الله اكيد باي تجربه باي لهجه اخرى انا رح اكون بحس حالي رح اقدر اني ينجح فيها. يعني انت هتقدر تعمل اغنية شعبية زي شعبان عبد الرحيم؟ لا لا كتيرة. لا 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 ده مش مود بتاعي نشوفه نستنى. يعني انت شفتوش ولا سمعته؟ لا انا شفت دي لهجات مشهورة جدا. انا بسمع انا في السيارة بسمع ممكن على النيل مش النيل طبعا اسمع. طب ما سمعتش حاجة كده ما تقولينا سمعت مثلا؟ لا لسه ما في شيء عليها. طب ما تحاول يبقى لأول مرة كده ان انت تقولينا اغنية شعبية حتى لو قديمة يعني. حتى لو لا مش حقي صراحة مش حافظها، لو المرة الجاية احفظ وحضرها. انت مش حافظ اي اغنية شعبية؟ لا والله يعني مش في بالي. طب احمد عدوية يعني احمد عدوية طيب ممكن موال يا بنت السلطان محمد رشدي معزبي محمد رشدي
ما ده شعبي برضه. يا عمي يا حلوين يا جمهورية يا الطعمين يا كلكو يا عمي يا صاحب الجمال ارحمني ده انا ليلي طال. عمي يا صاحب الجمال ارحمني ده انا ليلي طال. ما شوف لي جمال على قد الحال شوف لي جمال على قد الحال يا عوض صبر اللي طال. عم يا صاحب الجمال الجمال. انا سعيده جدا بلقائك النهارده يا محمد وشكرا. واحنا يعني بنشكرك على الزياره الجميله دي باسم جمهوريه اونلاين. بنقول لك شكرا 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 خمسه شكرا لزيارتك النهارده ان شاء الله. شكرا يا محمد. شكرا لكم وانا جد بشكركم على استضافتكم لي وبسطت فيكم وان شاء الله يكون في لقاءات قريبه معكم وشكرين جدا والله موري اون لاين بالتوفيق شكرا كثير.